السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. طبعا النهاردة تاريخ مش عادي بالنسبة لقناة النادي الأهلي، 6/8/2019 هو العيد رقم 11 لتأسيس قناة النادي الأهلي، علشان كده بنقول لها كل سنة وانت طيبة، ودايما يعني تدافعي عن الكيان الأهلاوي، دايما بندافع بشرف، ودايما منبر إعلامي من خلاله بنوصل لكل الجمهور الأهلاوي كل اللي عايز يشوفه ويعرفه عن النادي الأهلي في مختلف اللعبات وأيضا في مجال الإدارة. قناة النادي الأهلي دايما متعودين إن احنا نحاول نجيب لحضراتكم أكتر الانفرادات اللي موجودة ليها علاقة بالنادي الأهلي، أكتر اللقطات بنروح ورا النادي الأهلي في كل حتة علشان نكون موجودين، علشان نجيب لحضراتكم الكواليس اللي مش بتشوفوها بس غير في قناة النادي الأهلي. 6/8/2008 كان أول يوم طبعا تم بث قناة النادي الأهلي، من أول يوم وناس شغالة بجهد وإخلاص وحب، عشان كده بقول لكل واحد موجود في القناة حاليا وكان موجود قبل كده كل سنة هو طيب، وأكيد أنت كنت سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى أن القناة دي تكمل وتكون موجودة لحد اليوم اللي بنقول لحضراتكم فيه 11 سنة على تأسيس قناة النادي الأهلي، أول قناة لنادي في مصر وفي الشرق الأوسط. وأنا أعتقد أن الموضوع يعني مش سهل أن نادي في أفريقيا وفي مصر يكون عنده قناة خاصة به، قناة بتعمل على الحيادية، قناة بتعمل على المهنية والشرف، قناة دايما بتدافع عن ناديها في الإطار اللي حضراتكم كلكم بتشوفوه. عمرنا ما تجاوزنا في حق حد، عمرنا ما غلطنا في أي حد، عمرنا ما جينا على حد، دايما بندور على حق النادي الأهلي علشان نكون دايما وراه، وبندعم كل اللعبات، بندعم كرة القدم والسلة والطايرة والهاندبول، بندعم السباحة، بندعم طبعا الكاراتيه، التايكوندو، الجودو، كل الألعاب اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها، حتى الأشبال الصغيرين دايما بنكون موجودين معاهم، علشان كده قناة النادي الأهلي دايما بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الأهلوية هي يعني القناة رقم واحد. القنوات الرياضية كتيرة جدا، لكن لوجو النادي الأهلي لما يكون موجود قدام حضراتكم على الشاشة أعتقد ده بيكون ليه مذاق مختلف وطعم مختلف قدام السادة المشاهدين جمهور النادي الأهلي. بالمناسبة يعني أكيد في جمهور غير جمهور النادي الأهلي بيحب يتفرج على القناة وبيحب يتفرج على النجوم اللي بيكونوا موجودين في القناة، علشان كده احنا مش بس قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، احنا قناة كل من هو يحب ويعشق لعبة كرة القدم. قبل ما نروح على الأخبار وقبل ما نروح على الحلقة الخاصة جدا اللي هيكون معانا فيها كواليس ونجوم خلف الكواليس حضراتكم أول مرة هتشوفوهم معانا هنا في قناة النادي الأهلي، تعالوا نروح لتقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.